دلوقتي انا هبدا في الباك كير. طبعا في الباك كير البيبي بيبقى في السايد لاينج بوزيشن، احنا في الباص من قبل كده في طول الباص اشتغلنا والبيبي في السوباين بوزيشن، ولكن لما باجي اعمل الباك كير البيبي بيبقى في السايد لاينج بوزيشن. وان هاند الدوميننت هاند عندي بتبقى ماسكه ايه الوش كلوز، والهاند الثانيه بتبقى عامله سبورت للنيك بتاعه البيبي والفيس علشان ابقى عامله ايه اوبننج للاير واي للبيبي. تمام. انذر بيرسون هيساعدنا يعمل لي بورنج على الوش كلوز علشان اعمل بيها كلين للباك. طبعا انا حطيت مايلد سوب اهو. بعد كده هبدا اعمل كلين للبادي من داون وورد الاب وورد في سيركولار موشن. ليه بعمل في سيركولار موشن؟ عشان اعمل استيميليشن للسيركوليشن. ما ننساش يا شباب اخد معايا الباك اوف ذا نيك برده في سيركولار موشن. كده انا خلصت عملت ووش للباك، هبدا ان انا اعمل ايه، هعمل رينز. خلي بالي طول ايه طول الباكر وانا عامله سبورت للنك بتاعه البيبي عشان اعمل اوبننج للاير واي. يبقى احنا عملنا اهو رينز في سيركولار موشن من داون وورد لاب وورد، واخد معايا الباك اوف ذا نيك. بعد كده هعمل ايه دراينز باي تابنج بالشكل ده. بعد كده هناخد الجينيتال كير. لتحت عشان اعمل ريموف للستول اللي موجود. بعد كده بروح فاتحه الدايبر بعمل له اسسمنت الكاركترستيك بتاعه الستول والكالر والكونسستنسي، لو في اي حاجه ابنورمال بعمل بيها نوتفايل للفيزيشن. بعد كده هعمل له ديسكورد فين في الريسبتيكا. بعد كده هبدا بقى في الدايبر كير. طبعا في الدايبر كير بستخدم دريسنج وبستخدم ايه كوتون اسبونج، مش هستخدم خالص وش كلوز. يبقى تاني في الدايبر كير بستخدم ايه دريسنج وكوتون اسبونج، مش هستخدم وش كلوز خالص، لان انا الوش كلوز بستخدمها في الكليم بتاع البادي، مش هينفع ان انا اعمل بيها الجينيتاليا لان بيبقى فيها ستول، وطبعا مش هينفع ان انا ايه بعد ما احطها على الستول ارجع اعمل بيها كلين للبادي تاني. يبقى هستخدم ايه دريسنج. اول حاجه هجيب الدريسنج بتاعي، هنا عندنا ايه في ميل جينيتاليا، هجيب الدريسنج برضو هعمل ايه هحط عليه مايلد سوب. يبقى ايه مايلد خالص مخفف جدا علشان ما يعملش ريتيشن للجينيتاليا. هبدا اول حاجه بالبيوبيك اريا، باخدها في وان دايركشن ووش الاول، بعدين هعمل رينز. بعدين هعمل دراينس بالدريسنج برضو. دي البيوبيك اريا. بعد ما خلصت البيوبيك اريا عند الفيميل هاخد ايه، هاخد الفار جروين اريا برضو ووتر ويز مايلد سوب الفار جروين. خلاص دي الفار جروين. بعد كده هروح على الليبيا ماجورا برضو بكوتون بول بمايلد سوب. ليبيا ماجورا هاخدها في وان دايركشن من اب وورد وداون وورد، وبعد كده هعمل لها ايه، هعمل لها رينز وبعدين دروينس بالكوتون بول. بعد ما خلصت الليبيا ماجورا هاخد الليبيا ماينورا برضو هعمل لها ووش بالايه بالسوب مايلد سوب، وبعد كده هعمل لها رينز بالكوتون بول برضو، وبعد كده هعمل ايه دراينس بالكوتون بول. بعد ما خلصت الليبيا ماينورا الليبيا ماجورا هروح على الليبيا ماينورا، وبعد الليبيا ماينورا الكليتوريز والفاجينا في وان دايركشن من اب تو داون برضو مايلد سوب بالكوتون بول اهو. بعد كده هاخد ايه هعمل رينز وبعدين هعمل دراينز بالكوتون بول برضو كليتروز وفاجينا. بعد ما خلصت الفار سايد اخدنا الفار جروين وبعدين الليبيا ماجورا بعدين ليبيا ماينورا وبعدين الكليتروز والفاجينا، هاخد ايه النير ليبيا ماينورا هعمل لها برضو ووش بالسوب مايلد سوب، وبعدين هعمل رينز بالووتر، وبعد كده هعمل دراينس بالكوتون بول. خلصت الليبيا ماينورا هعمل الليبيا ماجورا بنفس التكنيك برضو مايلد سوب بالكوتون بول. دي كده ايه الفيميل جينيتاليا. بعد كده هرفع الليج بتاعه الفيميل وهبدا ان انا اعمل كلين للباتوكس. الباتوكس بعملها بايه، بعملها بدريسنج.
هستخدم دريسنج عليه مايلد سوب برضو. هاخد الفور باتوكس من اب تو داون فان دايركشن وديسكورد، وبعدين هعمل لها رينز، وبعد كده هعمل ايه دراينس. بعد كده هاخد الانس برضو بدريسنج عليه مايلد سوب فان دايركشن من اب تو داون ورينز، وبعد كده دراينس. بعد ما خلصت الانس هاخد ايه، هاخد النير باتوكس دريسنج برضو بمايلد سوب